السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناة آية أسيل تي في معكم أم نريمان. أتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم زيديتكم بوصفة جديدة واللي هي غراتان تاع بطاطا. لهاد الوصفة يلزم لكم بطاطا، ديري لا كونتيتي اللي تحبي، نقيها غسليها قطعيها دوائر وقليها. الدجاج كيف كيف لا كونتيتي اللي تحبي. أنا درت لهنا جناحتين البيض اللي يلزمكم 3 حبات، حبة بصل لرابي، فرماج تاني كيحب الكراتان هذا الفرماج، تقدري ديري بورسيون ولا هكذا نورمال. مغرف تاع المعدنوس قطعيه رقيق، والتوابل عندك الثوم، الملح حسب الذوق، شوية تاع القرفان، شوية تاع الكركم، شوية تاع الزنجبيل، شوية تاع فلفل كحل، والمانغارين باش طيبي، وورقة تاع الرند. دو بسم الله، حطي الزبدة، وبعد زيدي الدجاج تاعك، دوبي شوية الزبدة هكذايا وحطي الدجاج. قلت لك الكمية اللي تحبي، ما كيش مقيدة، باسكو على فين راح نزيدهم في الفطور. قليهم شوية، كي تقلاو الدجاج زيدي لهم شويه تاع الملح، ملحي حسب الرغبه، زيدي الثوم والتوابل، شويه تاع القرفه باش ما تجيناش لاصوص كحله، شويه تاع فلفل كحل، شويه زنجبيل، الكركم ولا الزعفران ولا تقدري تستغني عليه، الورقة تاع الرمد والبصل. وقلي كل حاجة نورمال. خليها تقلى مليح على نار قليلة، ومن بعد مرقيها وخليها تطيب. هاوليك الدجاج تاعنا بعد ما طاب، فتتناه حطيناه في طبسي، وخلينا لاصوص قيس زوج غراف تاع الماكلة اللي نسقيو به، واحد دوك نستعملوه وواحد خليه حتى لافان كي يطيب الكغاتان تاعك. احكمي الدجاج فتتيه، زيدي له الفرماج كمية لاباس بها، فتتيها تانيك، حطي عليها داك الغراف تاع لاصوص وخلطيها، ودوق شدي المول تاع الكغاتان اللي رايحه ديري فيه. انا هنا ما حاش ندير في مول الكغاتان، انا عندي هادو طباسه الحموره اللي كنا بكري نسربو فيهم طعام. هنا انا نطيب فيهم، كاين بزاف في الجروب اللي سقساوني قالوا لي كيفاش طيبي في طبسي كيما هذا ما يتكلاطاش، تما ما يتفلقش في الكوشه. قلت لهم نورمال من بكري نستعملهم، يشوفي برك ما تقيسيهمش بالماء، وكي طيبي ما تحطيهمش فوق لاغري، حطيهم داخل فوق تحت السنيوه وحطيه داخل الكوشه ما يصرى له والو. انا بديت نسد في بطاطا تاعي، هاي ليك سد فيها وطلعيها شويه في لي بور هكذايا، ومن بعد حطي هذا الخليط فيه وفرقي هكذا شويه شويه، وتقدري تزيدي الفرماج. هاد الكيفيه تحب بزاف الفرماج. ومن بعد زيدي ست في بطاطا فوقها،
ستفي كامل البطاطا هكذا من الفوق حتى تكمليها. كيفية سهلة لذيذة، كثر الأطفال والناس اللي طلبوه منا، كاين بزاف اللي طلبوه في الجروب قالوا لنا ديروا لنا غراتان تاع بطاطا. هذه أسهل طريقة، وكاين طرق واحدة أخرى إن شاء الله مازال نديرهم لكم. ينفو تسطفيها وتكمليها هكا، احكمي واش عليها القرصي اللي درتي فيه الاولاني، احكمي هذوك الحبات تاع البيض تاعك كسريهم فيه. هاد الكعطة انا حبيت نديرو بالبيض، كاين اللي يديرو تاني كاين صوص تاع فخوماج، بصح هكدا يجي بنين خير. وحطي هكدايا المعدنوس هذيك المغروف، شويه ملح وشويه فلفل كحل. انا هنا ما حبيتش نستعمل فلفل كحل في الاخير باسكو درته في الاول ما كان راح، واللي تحب بزاف فلفل كحل تقدر تزيد. انا على جد صغار ما نحبش ندير بزاف فلفل كحل. خلطيهم هكا مليح وسقي بهم هكذا الكغاطان تاعك. هاوليك تقدري دوك تزيدي له شويه فرماج رابي وتحطيه يطيب. الكراتان تاعنا زدت له شويه تاع فرماج رابي، حطيته في السنيوه كيما قلت لكم، ودوك نحطو يطيب على 180 درجه ومن بعد نعاود نرجع لكم ان شاء الله. هاو الكراتان تاعنا بعد ما طاب، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. كاين اللي يحبوا ياكلوه هكا ناشف، كاين اللي يحبوا يسقيوه بلاصوص. انا كنت سقيته شويه ديجا من قبل وخليت شويه خاطرش كاين اللي يحبوه ناشف كاين اللي لا، درتو نص نص. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وإذا عجبتكم ديروا لنا جيم لا فيديو وابوني للقناة باش يوصلكم كل جديد تاعنا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.